بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا طب البديل وتفسير الاحلام. طبعا اليوم بشرى ساره، الحمد لله بعد عناء اكثر طبعا من سنه ونصف وانا انتظر، اللي هو وصلني الدرع الخاص باليوتيوب زائد اللي هي شهاده التقدير هذه. بالنسبه لي الدرع الفضي هذا متى بيحصل عليه الانسان؟ لما بيتجاوز 100,000 مشترك، اللي هو 100,000 سبسكرايب. المفروض اني كان من سنتين وانا متحصل على هذا الدرع، لكن للاسف البلد اللي انا موجود فيها ما بجدش فيها ابدا خدمه اللي هو البريد، لذلك صارت فيه مشاكل وعراقيل ضلت اللي هي سنتين كاملات الى غايه اني انا استطعت طبعا اني انا ابعت لي صديق معين قام باستلامه واحضر لي، يعني سلمه لي باليد. الان هذا هو الدرع، طبعا الدرع هذا انتظرت طويلا جدا هذه اللحظه. الدرع هو طبعا زي ما انت شايف من هنا الاسم الخاص به. الان اتمنى من الجميع ان هي زي ما انت شايف القناه الان تقريبا فيها 740,000 مشترك، يعني اتمنى انكم انتم تساهموا في مشاركه هذه القناه لكي احصل على الدرع اللي هو الدرع الذهبي اللي لما بتوصل القناة اللي هو المليون. فانت لما تدعمني بلايك ومشاركة الفيديو هذا والفيديوهات الثانية اللي انا بنزلها مباشرة بيزيد عدد المشتركين، وايضا بتسهل علي يعني مسألة الحصول على الدرع اللي هو الدرع الذهبي. المهم الان مبروك لجميع الناس اللي هي طبعا مشتركة في هذه القناة، هذه تعتبر كشهادة تقدير وكشهادة يعني احترام واحتراف من اليوتيوب واعتراف من اليوتيوب بجودة المحتوى الموجود داخل هذه القناة. المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا للجميع.